على ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة نابولي، يحل منتخب إنجلترا ضيفاً ثقيلاً على نظيره الإيطالي في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024. قائمة منتخب الأسود الثلاثة شهدت غياب نجم مانشستر يونايتد وكرة القدم الإنجليزية ماركوس راشفورد بسبب الإصابة، وتعد هذه هي أول مباراة سيخوضها المنتخب الإنجليزي بعد مشاركته في كأس العالم الماضية، والتي انتهت بالخروج من ربع النهائي أمام منتخب فرنسا وصيف المسابقة. وبعد بلوغ ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في آخر ثلاث بطولات، سيعد فشل الإنجليز في تحقيق لقب كأس أوروبا المقبلة في ألمانيا بمثابة إخفاق تاريخي. ورغم خروج تقارير صحفية تكشف نية بعض الجماهير افتعال الشغب، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم شدد على أهمية إقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها. على الجانب الآخر، حشد المنتخب الإيطالي قوته الضاربة قبل استضافة منتخب الأسود الثلاثة على أرضه ووسط جماهيره. المدرب روبرتو مانشيني واجه بعض الانتقادات بسبب عدم اختيار عدة أسماء من الأسماء البارزة أمثال ديستيني أودوجي مدافع أودينيزي الذي سينتقل إلى توتنهام الإنجليزي الموسم المقبل، ولاعب وسط يوفنتوس نيكولو فايولي، وثنائي لاتسيو ماتيا زاكاني ونيكولو كازالي. الفريق المتوج بلقب النسخة الماضية يخوض اللقاء سعياً وراء حصد النقاط الثلاث من أجل الحصول على دفعة كبيرة في بداية مشواره بالتصفيات في طريقه للدفاع عن اللقب. وأخفق الأزوري في التأهل إلى كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر بعدما سقط أمام مقدونيا الشمالية في الملحق المؤهل للنهائيات. وكان الفريقان قد التقيا من قبل في 30 مناسبة، حيث حققت إيطاليا الفوز في 13 مباراة مقابل 8 انتصارات للإنجليزي، فيما حسم التعادل 9 مباريات.